السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حمدي أحمد. هنتكلم في سلسلة الفيديوهات دي على فيري 3 كرندر انجن لبرنامج 3D ستوديو ماكس. الكورس ده معمول للناس اللي فيري جديد بالنسبة لها، ده غير اننا هنقول فيه تفاصيل مهمة هتكون مفيدة حتى للناس اللي بتستخدم الفيري من فترة طويلة. هنبتدي الكورس بشابتر 1، وهيبقى عبارة عن مقدمة عن الفيري وازاي نوصل لبعض الأوامر المهمة في الفيري، وهنبتدي نتعرف على شوية تفاصيل في أساسيات الريندر. في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث هنتكلم على الإضاءات المختلفة، وطبعا هنتكلم على الفيري سان، كمان هنتكلم عن الجلوبال إلومينيشن. في الجزء الرابع هنبتدي نتكلم عن الماتيريال زي المعادن والقماش والزجاج. أما في الجزء الخامس هنتكلم إزاي أقدر أطلع ريندر قوي وإزاي أقدر أتحكم في الكواليتي بتاع الصورة. وفي الجزء السادس والسابع هنتكلم ازاي اقدر اضيف مؤثرات للصورة عن طريق الفيري زي الدبس اوف فيلد والموشن بلور والكوستيك. لو انت جاهز انك تقوي مهاراتك في استخدام الفيري تابع معانا، وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك عشان يوصلك كل جديد.